بديت هالمشروع من كم من سنة، هو عبارة عن اهتمامي للحيوانات السائبة والضالة اللي في الشوارع. قررنا ان احنا نأجر مكان ونسوي لنا ملجأ صغير شبه نوعا ما يعني، فنحنا ناخذ الحيوانات ونعالجهم. نفس ما قلت هالنقطة يعني احسها وايد مهمة، لان من يعني من our social responsibilities للانفايرمنت للكوميونتي اللي نحنا عايشين فيها. للأسف يعني الحيوانات يعني ما يتكلمون، ما يتويع، ما يقولون اي انا متويعة ولا اي انا متويع ولا اخ انا مريض نفسنا نحنا يعني. فنحنا لازم نفهم هالشيء، يعني اذا شفنا حيوان ما بس مش بس نخليه في الشارع، يعني هم بعد يحسون صح انهم بهايم بس يظلون يعني خلق ربنا، يعني نحنا مسؤولين عن هالارواح وهالشيء في ذمتنا. فهالشيء يعني لازم ان نحنا نقدر هالشيء، ويعني الحيوانات مسؤولية كأي شيء في حياتنا ثاني، يعني مثلا بنداوم مسؤولية، بنروح المدرسة مسؤولية، بني بعيال، يعني كل شيء مسؤولية، كل شيء وله its consequences وله مسؤولياته. فيعني والمسؤوليات مش بسيطة، يعني الواحد يفكر أوكي مثلا أنا اليوم بتبنى ولا بشتري كلب، أوكي تكاليف الأكل، بأكلهم أكل بيت؟ لا، يبالهم أكل يعني مخصص لهم. ثانيا التطعيم يكون سنويا، هاي يكلف تكاليف. مثلا نفس ما نحن نمرض حتى الحيوانات يمرضون، تيهم حمى، تيهم كحة، تيهم حرارة. فيعني هالأشياء لازم نحن نحطها، يعني نحن الحمد لله عندنا تأمين، بس الحيوانات ما عندهم تأمين. الموضوع يكلف، يعني تربية الحيوانات صدق تكلف. في بعض الحيوانات يعني behavior wise يعني يكون يبالهم تدريب، يعني هاي تكلف بعد لما تعلم الكلب ما يعني عزك الله وين يروح الحمام، تعلم الكلب انه يقعد، ولا تعلم الكلب ما ينقز على الطفل، في كذا موضوع انه لازم يعني عادي الكلب يتدرب عليه. فكمثال انا كمربية حيوانات وشخص وايد هاوية الحيوانات، عندي عدة الحيوانات اللي هم من انواعهم مثلا القطاو والكلاب، وعندي عصافير. كل واحد منهم يعني له اعتناء الخاص، القطاو غير عن الكلاب والكلاب غير عن العصافير، وكلها مسؤولية في النهاية. تربية الحيوانات يبالها يعني الواحد انه يكون ملتزم، في نفس الوقت انه ياخذ الأهمية والمسؤولية بجدية، لان في النهاية انت مسؤول، ولا انت مسؤول عن روح.